طلب دولة الرئيس الحريري، وبعد تفقدنا المشروع في منطقة الميناء بطرابلس وأطلعنا على حيثياته من كافة النواحي والموجودات فيه، استجاب السيد بيير أشقر للقيام باستثمار أساسي بالاتفاق مع وزارة التربية والمديرية العامة للتعليم المهني والتقني. دولة الرئيس أخذتنا 18 شهر لإصدار وتأكيد هذه الاتفاقية، مع الإصرار والتأكيد منك يومياً لهذا الموضوع. 18 شهر. مسؤولية بيير أشقر بهذه الاتفاقية إنه يعمل على مساعدة وتدريب أبناء طرابلس لإيجاد عمل في مجال الفنادق والسياحة. هذه الاتفاقية هي نموذج ومدماك وقدوة التعاون بين القطاع الخاص والعام، واللي بتسمح أن نطورها ونشتغل على عدة مجالات بها، مثل سوق الخضار، معرض رشيد كرامة، المستشفيات، المدارس والمرافق والمنشآت الرياضية. أولاً بدي أشكر معالي الوزير منوان حميدي، منه موجود معنا ما بعرف ليه، اللي ساعدنا بكل الاجتماعات وإيجاد الصيغة لهالاتفاقية، ومعالي الوزير أكرم شهيب وموظفين ومدراء المديرية العامة للتعليم المهني برئاسة السيد هنادي بري. وبدي أشكر القاضي سميح مداح من مجلس شورى الدورة، والقاضي جوال فواز من رئيس هيئة التشريع والاستشارات، اللي استجابت مساعدتنا على وضع كل الملاحظات البناءة لوضع الاتفاقية قيد التنفيذ. كل هذه الجهود والخطوات وصلتنا على وضع الاتفاقية بين القطاع العام والخاص لتطوير طرابلس ومساعدة أهل طرابلس، وشكراً. بدي أعطي الكلمة للسيد عبد القادر علم الدين رئيس بلدية الميناء. تفضل السيد عبد القادر. دولة رئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد الحريري راعي هذا الاحتفال. دولة الرئيس، أصحاب المعالي الوزراء، أصحاب السعادة النواب، صاحب السماحة، صاحب السيادة، الحضور الكريم، من إنجازات إنماء الميناء بمرافقها العامة هذا اللقاء برعاية دولة الرئيس سعد الحريري الذي يولي مدينة الميناء اهتمامه ورعايته ويتابع ملفاتها محبة منه لأهل الميناء، وهي متبادلة وقد ورثناها عن والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن أولى المشاريع الإنمائية في مدينة الميناء التي كان لكم يا دولة الرئيس الفضل في دعمها عبر مجلس الإنماء والإعمار بشخص رئيسه الصديق نبيل الجسر، هو مشروع رفع مصبات المجارير من البحر على طول الكورنيش، وكذلك مشروع تنفيذ شبكة الصرف الصحي في أحياء المدينة بهبة كريمة من الصندوق الكويتي للتنمية. وها نحن اليوم وبرعايتكم وبهمتكم بعد سنوات طويلة يتم تلزيم الفندق في المدرسة الفندقية ليستكمل الطلاب دراستهم التطبيقية، ولدعم السياسة السياحية والإنمائية التي تهتم بلدية الميناء بتطويرها، خاصة وأن الفندق يتوسط الكورنيش البحري لمدينة الموج والأفق الذي ينفذ عليه حالياً مشروع تأهيله من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان وبتمويل من دول الاتحاد الأوروبي الصديقة، وذلك لتوسيع قدراته السياحية والخدماتية ليكون في خدمة اللبنانيين والسياح الذين يرون في الميناء مساحة سياحية متطورة بأسواقها وآثارها وجزرها البحرية. هذا الكورنيش البحري ينتظر يا دولة الرئيس زيارتكم الكريمة لافتتاحه في القريب العاجل خلال الشهر القادم، ولن نفتحه إلا بحضوركم إن شاء الله، ولن نفتحه إلا بحضوركم إن شاء الله. وهو من الأحلام التي رعاها أيضاً الرئيس الشهيد رفيق الحريري منذ 30 عاماً من خلال المساهمة في غدم الكورنيش، وقد تحققت بدعمكم ورعايتكم. كما أود أن أتوجه في الشكر إلى جميع من ساهم وتابع ودعم إنشاء الفندقية وتقدمها، وجميع الشخصيات والوزراء والنواب الحاليين والسابقين الذين ساهموا في تحقيق هذا الحلم، وصولاً إلى الشخص الذي أحب طرابلس والميناء وأحب الاستثمار فيها، ونعتبره من رواد التنمية الشجعان.
وهو ومن المؤمنين الكبار بالتنمية المستدامة رغم الصعوبات في لبنان، عنيت به الأخ والصديق النائب بيير أشقر لرؤيته السياحية الرائدة. أملاً أن نتمكن بدعمكم يا دولة الرئيس بأن يصبح الكورنيش والفندق والواجهة السياحية للميناء وطرابلس والشمال، كما يوجد في الميناء مدينة الموجود الأفق مجموعة من الجزر البحرية التي قال لي يومها الشهيد الرئيس رفيع الحريري رحمه الله: لو كانت هذه الجزر قبالة بيروت ما قمت بتنفيذ مشروع سوليدير. وجميعنا يعلم ما كان يتمتع به الرئيس الشهيد من رؤية اقتصادية وإنمائية ثاقبة، خاصة فيما يتعلق بمحيط جزر النخل والسنني وغمكين الطبيعية، التي منذ صدور القانون 1992 وتأليف لجنة لها لم تتمكن من وضعها على الخارطة السياحية البيئية في لبنان. لهذا فإن الحاجة الآن تتطلب وجود هيئة جديدة فاعلة وقادرة أن تجعل من هذه المحمية من أهم الموارد السياحية والبيئية والمالية في لبنان وعلى الشاطئ البحر المتوسط. دولة الرئيس، كلنا أمل بدعمكم لنا وإعطاء التوجيهات للأجهزة المختصة لتطبيق النظام والقانون الذي ينعكس إيجاباً على الأمن السياحي والخدمات والاستثماري. هالفقرة مهمة بالنسبة لنا دولة الرئيس، توجيهاتك مشان إزالة المخالفات وضبط القانون خاصة على الكورنيش، يعني نعمل شيء نموذجي بلبنان لتكون الميناء وكورنيشها البحري ملتقى المستثمرين العرب والأجانب لسياحة غائدة توفر فرص عمل لأبنائها الذين يحبونكم. شكراً لكم دولة الرئيس، على أمل لقاء إنمائي جديد معكم في مدينة الميناء. كلمة رئيس شركة الشمال أستاذ بيير أشقر. دولة الرئيس، معالي الوزراء، السيادة، سماحة المفتي، سيدنا، بكل صراحة بدون ما أكتب الكلمة، لأنه وقت تكتبها بيكون عم تدرس الكلمات تبعك، أنا بكل صدق، دولة الرئيس كان عندك هم هو الشمال وطرابلس. وجهت لنا رسالة عدة مرات بأنه لازم ينعمل شيء بطرابلس، وأصريت على الموضوع، وكانت هيدي بالنسبة لنا نحن رسالة أنه لازم فعلياً ينعمل شيء بطرابلس. وهذه بلشت بسنة 2016 و17 بإحدى الأمسيات الرمضانية، وبالصدفة أنا معزوم على الجزيرة في مبنى مضوي سامر الحلاب، واللي عزمني عبد الهادي المقدم دلوني على هالمؤسسة، وبلشت فتش تعرف شو قصة هالمؤسسة. بيّن مثل ما قال أخونا فادي إنه هيدي مؤسسة صار لها كذا سنة، رحت تجرب زورها كان ممنوع نفوت عليها لأنه مخفلة. اتصلنا بمعالي الوزير حمادي، وكان متعاون بشكل فعلياً غير طبيعي، لأنه كان عندهم هم إنه هن عاملين مدرسة وما في مطرح يقدروا فعلياً يدربوا طلابهم، ونحن عم نستقبل طلاب عم تجي من طرابلس، وفعلياً عم نشوف المعاناة تبعهم، لأنه الإقامة تبعهم ببيروت صعب كتير، عم نشوفهم عم يشتغلوا بين 8 و10 ساعات يرجعوا يسربوا ساعتين على طرابلس ليرجعوا ياخدوا بصات وترجع تجي على بيروت. بعد زيارة طرابلس والتفتيش على كل المقومات تبع طرابلس تبين انه فعليا في ثروه سياحيه غير طبيعيه، ما في مناطق تانية عندها ذات الثروه الطبيعيه التاريخيه والمستقبليه من جزر وغيرها من هالمقومات. ساعتها رحت زرت طرابلس
واللي أدهشني فعلياً الاستقبال يلي كان بشكل حميم، بشكل صادق، بشكل أخوي، وما كنت مستنظره من رئيس بلدية المينا ومن أبو راشد السيد توفيق سلطان يلي هو فعلياً كان عزمني على بيته وشجعني. هالأمنية يلي حضرتك دولة الرئيس تمنيتها تحققت، وصبح بالنسبة لنا نحن مش بس فندق، لأنه الفندق فندق صغير 39 غرفة، صحيح في مساحات كبيرة، أما الرؤية يلي عنا إياها هي كيف بدنا ندرب هالشباب، كيف نعطيهم مستوى دولي من الخدمات ويقدروا يوصلوا لوقت، وهيدي مشروع ابني اللي موجود هون بده يخلق لهم مؤسسة يلي هي بدها تخليهم يصبحوا هن العمالة الأساسية للعمل الفندقي على الأراضي اللبنانية كلها. وبذات الوقت في الجزيرة اللي مقابلنا الوزير درباس عنده مشروع لها، نحن كمان مستعدين نتعاون لها، لأنه طرابلس عندها كل المقومات، طرابلس عندها نبع من الشباب يلي هن قادرين يكونوا المستقبل، لأنه السياحة بلبنان هي قاطرة للاقتصاد. ونحن فعلياً تنقدر نقول لليد العاملة الأجنبية وخاصة السورية روحوا فلوا، وما ما يكون في عمالة بدنا نقدر نلاقي العمالة اللبنانية. فلهالسبب نحن حدك وراك أي شيء فعلياً نحن قادرين نعمله. بس 18 شهر يلي قضيناه لأنه ما في رؤية لا بالمؤسسات الدولة ولا في إمكانية، لأنه حتى الوزارة وموظفين الوزارة ومستشارين الوزارة كانوا كلهم إبلانين وكلهم عندهم رغبة إنه يصير هالموضوع، بس أخذ 18 شهر لأنه ما حدا كان عنده هالرؤية ولا في ممارسة صحيحة لهالمواضيع هاي. في مئات من المواقع ومئات من المؤسسات يلي القطاع الخاص قادر فعلياً يعملها ويقدر يمشي فيها، وهيدي بتنمي السياحة وغيرها من الاستثمارات. وأخيراً أنا جاي على طرابلس وبأحكي بكل صدق كمان، ما بقدر أنا فوت على طرابلس وكون لحالي بهالشركة. أنا بكل صدق وبكل صراحة أنا معتز كمان ناس مستثمرين من طرابلس، لأنه إذا ما كان في مستثمر معي أنا من طرابلس معناته أولاد طرابلس منهم مؤمنين ببلدهم، منهم مؤمنين بمدينتهم. لهالسبب نحن منقول أنه بدي أفتح باب، لأنه الأكترية تبع الأسهم مفروض تكون لأولاد طرابلس، لأنه هني بدهم يحموا حالهم وأنا بدي أحمي حالي فيهم. شكراً. معالي الوزير أكرم شهيب وزير التربية، تفضل. دولة الرئيس، سماحة المفتي، أصحاب السيادة، أصحاب المعالي والسعادة، نقيب الصديق بير لاشقر، أيها الكرام، مساء الخير. دولة الرئيس، تجهد للخير والتلاقي والانفتاح، تجهد لصالح الناس، تجهد لضبط المؤسسات، ويجهد غيرك لطموح يفوق الإمكانات. ببساطة تسعى للخير العام ويسعون لخير مصالحهم. فطرابلس التي نجتمع من أجلها ومن أجل مينائها اليوم تناست الحرب وتجهد لتحقيق خطوات ثابتة في اتجاه التنمية وخير المجتمع، لكن البعض ذهب إليها بالأمس وأيقظ تاريخاً موجعاً، فكان الاستقبال بما يتناسب. أما نحن
فنعمل معكم، نعمل معكم ومع فعاليات المدينة العريقة لأجل التنمية الحقيقية والتعليم المهني والتقني، كما هو معروف في العالم هو أبرز ركائز التنمية الاقتصادية، والتعليم الفندقي بكل تخصصاته من الإيواء إلى المطاعم وفنون الاستقبال هو واجهة جاذبة أتقنها اللبنانيون في الداخل والخارج. من هنا نرى أهمية بالغة لتشغيل وإدارة الفندق التابع للمعهد الفندقي الرسمي في مدينة الميناء في طرابلس، ونشهد اهتمام فعاليات طرابلس والميناء والشمال العزيز بهذه المؤسسة الرسمية التي سوف تكتسب حرية الحركة وجودة الإنتاج ومن طريق توقيع هذه الاتفاقية مع شركة استثمار الشمال ورئيس مجلس إدارتها الأستاذ بير الأشقر صاحب الباع الطويل والنجاحات في إدارة وتشغيل مثل هذه المؤسسات الحيوية. إن هذا الاتفاق يسمح لطلابنا بأن يتدربوا على أيدي أفضل الخبراء ويجدوا فرص العمل بعد اكتسابهم الخبرات العملية والمهارات الفنية. وها هو هذا الفندق الصغير حجماً كما قلت، لكنه المهم في رسالته ودوره، سوف يشكل قيمة فندقية ووجهة سياحية وتربوية. شكراً لك دولة الرئيس، والشكر موصول للمؤسسات التي أسهمت في إنجاح هذه الخطوة، والشكر للصديق والزميل مروان حمادي الذي بدأ العمل في عهده على هذا المشروع والذي نتابعه نحن من موقعنا في وزارة التربية، في أيضاً يعني مع الست هنادي مع كل المخلصين بوزارة التربية من أجل نجاحه استمراره ومن أجل خلق مشاريع أخرى مشابهة في مناطق أخرى من لبنان. عزيزة عليك دولة الرئيس وعزيزة علينا، عشتم، عاش طرابلس وعاش لبنان. صاحب الرعاية دولة الرئيس سعد الحريري، لو سمحت. يعني 18 شهر في 9 أشهر لحتى نشكل الحكومة. أول شيء بدي أشكر الجميع على التعاون، يعني إن كانت وزارة التربية، بيير، هنادي، كل الناس اللي اشتغلوا على هذا المشروع اللي هو حيوي لطرابلس، وفي كتير مشاريع مثل لطرابلس. الأساس بهذا المشروع وأهمية هذا المشروع إنه في شراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، واللي هيدا لازم يكون توجه الدولة من يوم وطالع. الدولة ما شغلتها تقوم بتشغيل المرافق العامة، شغلة الدولة إنه تسهل لإنشاء هذه يعني الأماكن، إن كانت مدرسة ولا إن كان فندق ولا إن كان جامعة ولا إن كان اللي هو. بس المهم إنه يجب القطاع الخاص يكون شريك حقيقي بين الإنماء للبنان. وبس لما يعني يومتها بس لما اكتشفت إنه صار له المبنى 10 سنين قاعد وعم نطلع عليه ولا 9 سنين عم نطلع عليه وما حدا عم يشتغل فيه، يومتها الوزير درباس حكى لي عنه، قلت لازم نحن نشتغل ونعمل لحتى نقدر نطور هذا الموضوع. اليوم صار حقيقة، وهذا بفضل مش بفضلي أنا ولكن بفضل كل القيمين على هذا المشروع، إن كان وزارة التربية ولا بيير ولا كل اللي فعلاً بيؤمنوا بأنه القطاع الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام هو الأساس. وحتشوفوا أنه هذا المشروع حيكون مثال لكثير مشاريع إن شاء الله بالمستقبل، لأنه فعلياً القطاع الخاص بيدير المرافق أحسن يعني بكثير وبعقلية مختلفة عن القطاع العام. مش معناتها أنه في محلات يعني القطاع العام ما بيعرف يدير، يعني اليوم عندنا الرجيع، عندنا عدة محلات عم يدوروا القطاع العام في نجاحات، ولكن منشوف بالقطاع الخاص النجاحات بتكون أكثر، لأنه القطاع الخاص هو اللي بيحاول يوفر وبيعرف كيف يلزم وغيره وغيره.
هنيئاً لطرابلس إن شاء الله في كتير مشاريع في سوق الجملة للخضار والفاكهة، كمان في مشاريع طريق الدائري للدائري الغربي في مدينة طرابلس، مشروع الإرث الثقافي والمعرض، وفي كتير أمور لازم نشتغل عليها. فأنا يعني كلني تفاؤل، حتى لو هالجو اللي بتشوفوه من مش كتير متفائل، ولكن أنا برأيي أنه هيدي غيمة بتمرق مثل كل الغيم اللي بتمرق علينا. لسوء الحظ يعني في أمور حياتية واقتصادية وإنسانية يجب علينا أن نعالجها، ونحن قاعدين عم نضيع وقت على أمور سياسية يجب علينا أنه نحن نزيح السياسة عن مصلحة المواطن. يجب علينا أنه نركز على هذا المواطن اللبناني اللي أظن إذا بيطلع بهالمشهد اللي عم نشوفه اليوم بلبنان بيكون يمكن يصيبه شوية إحباط، ولكن أنا بقول لكل المواطنين اللبنانيين ما تحبطوا، لأنه هذا البعض اللي بدهم إياه أنه تحبطوا، ولكن اللبناني عنيد، وإن شاء الله نكمل هذا المشوار مع بعض. فيعطيكم العافية وإلى العمل. معالي الوزير السيد أكرم الشهيب، دقيقة بس بدنا نوقع لو سمحتوا. سيد بيير أشهر، بدهم ياخذوا صورة جماعية معك.